امر الله تعالى عباده بالقسط والعدل ونهاهم عن الظلم والحيف والتطفيف في الكيل قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالتطفيف خلق ذميم وكبيره من الكبائر وهو كسب خبيث ومال حرام إذا تصدق به صاحبه لم يتقبل منه وإذا خلفه وراءه كان زاده إلى النهر والمراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن قضاهم فإذا أخذ لنفسه أخذ أكثر من حقه واذا اعطى اعطى اقل من الواجب وهذا هو عين ما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد اهله عليه بالعذاب ان لم يتركوه قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد كان التطفيف خصله سوء لامه من الامم ارسل الله اليهم رسولا ليدعوهم للايمان به تعالى وترك ما هم عليه من هذه الفعله القبيحه قال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين فلما ابوا اهلكهم الله جزاء كفرهم وسوء فعالهم وما هي من الظالمين ببعيد قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود فالحذر الحذر من التطفيف في الميزان فان عاقبه ذلك الهلاك والخسران